بعد انتظار سنين طويلة أخيرا بنشوف الجزء الرابع من سلسلة كراش الشهيرة واللي بتصدر في يوم 2 أكتوبر على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1. طبعا شركة أكتيفيجن قررت تطوير الجزء الرابع من السلسلة بعد ما شافت النجاح والإقبال الكبير على الريميك الأجزاء الثلاثة الأصلية اللي نزل قبل 3 سنوات. الجزء الرابع زي ما تشوفون أمامكم يوعد بأشياء كثير رهيبة، وفي هذا الفيديو بنحب نستعرض لكم بعض الأفكار والمزايا الجديدة. وأول شيء نعرفه هو أن كل كبيرة وصغيرة تم تحسينها في اللعبة، من تجميع الفواكه إلى حركات كراش. هذا غير أن اللعبة راح تعطينا 4 أقنعة جديدة واللي سموهم الكوانتم ماسك، وكل واحد من هال4 أقنعة بيعطيك قدرة خاصة جديدة. حالياً الفريق بس كشف عن قناعين، الأول اسمه كابونواه، وهذا يعطيك القدرة على التلاعب بالوقت لأشياء حولك، مثل أنك تقدر تبطئ حركة بعض الوحوش أو أنك تبطئ حركة المنصات معينة حتى تقدر تنتقل من مكان إلى ثاني. القناع الثاني اللي عرفونا عليه هو قناع الإيكا إيكا، وهذا القناع يعطيك القدرة بأنك تتلاعب بالجاذبية، وبكذا ممكن تخلي كراش مثلاً يمشي على السقف، ولكم تتخيلون قد إيش ممكن نشوف أفكار عجيبة لما يتم تطبيق هذه الفكرة. طبعاً مثل ما تعودنا بالأقنعة بكراش، الأقنعة هذه راح تحصلها بالمراحل في الصناديق، لما تكسرها راح تكسب هذه القدرة حتى تقدر تتقدم في المرحلة. وأحداث هذه اللعبة بتكون بعد أحداث الجزء الثالث اللي لما نحاش نيو كورتريكس ودكتور إن من الكوكب اللي كانوا محبوسين فيه في آخر الجزء الثالث. اللعبة صارت تقدم أفكار كثيرة وتنويع أكبر من أي وقت قبل، مثل أنه صار يمديك تمشي على الجدران الجانبية وتتزلج على الأنابيب وتقدر تتعلق بالحبال عشان تنتقل من مكان إلى ثاني. هذا غير أن اللعبة راح تخليك تلعب بشخصية نيو كورتكس واللي له أسلوب لعب مختلف تماماً عن أسلوب لعب شخصية كراش، وبنفس الوقت بنشوف فيها القصة من منظور نيو كورتكس. ولنا مقابلة مع منتج اللعبة تقدرون تقرونها الآن على موقع ترو جيمينج. من الأشياء المهمة اللي وضحها لنا منتج اللعبة هو أن القتال الزعماء في هذا الجزء راح يكون أكبر من أي قتال شفناه في الأجزاء اللي قبل، وراح تقدر تستعمل الأقنعة الجديدة في قتال الزعماء حتى تخلي من التجربة مميزة. نقطة مهمة ثانية وضحت لنا بالمقابلة بأن اللعبة فيها طورين مختلفين للعب. الأول هو الطور العصري اللي يعني لما تموت فيه راح ترجع لآخر تشيك بوينت مباشرة، ويعني بيكون عندك محاولات لا نهائية. هذا غير تواجد تحديات مختلفة في المرحلة مثل تجميع أغراض معينة. أما الطور التقليدي فبيكون مشابه للأجزاء الثلاث القديمة، فإذا جمعت 100 حبة فاكهة راح تأخذ محاولة جديدة، وإذا خسرت كل محاولاتك راح تعيد المرحلة من البداية. شو رأيكم بهذه المعلومات الرهيبة؟ شخصياً إحنا مرة متحمسين لهذا الجزء الجديد، وإذا أنتم متحمسين مثلنا شاركونا انطباعاتكم بالتعليقات.